مساء الفل والجمال على مشاهدين قناة تن. يوم الجمعة كل يوم أكلة، كل يوم من واحدة لاتنين، ومعايا النهاردة حبيبتي شيف هالة. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا شيرة؟ عاملة ايه؟ قوي 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 قوي. اولا ايه الكيوت اللي انت فيه النهاردة ده؟ تحسوا ما شاء الله عليها قطقوطة مقطعطة بجد، يعني تبارك الله عليك. صغرت شوية. زي العسل والله. حبيبتي بجد. تسلمي لي يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم جمهور تن وجمهور برنامجنا كل يوم أكلة. معاكم النهاردة شيف هالة فهمي وقطقوطتنا المقطقطة الإعلامية الكبيرة أستاذتنا شهيرة. بصوا العسل والله خست وحلوت، أنا هفضل ماسكة لك الكلمة دي. أنت يا شهيرة تبارك الله خسيتي وحلوتي. وأنا مبسوطة بنفسي الصراحة. طبعا يعني طبعا. أهم حاجة ما تبقي راضية عن نفسك، تحسي حتى كده ان وشك ما شاء الله منور يعني. الحمد لله ما شاء الله يا حبيبتي، ربنا يزيدك كمان وكمان. ربنا يخليك ان شاء الله. عامله لنا النهارده عامله لك مفاجاه. لو استاذ طلعت الاول. يا استاذ طلعت عامل ايه؟ منورنا النهارده وهنتعبك معانا في الحلقه، بنعتذر مقدما. النهارده ربنا يخليك عاملين مكرونه بشاميل بس بحشوه مش متعودين عليها. دايما بنعمل المكرونه البشاميل بايه يا شهيره؟ باللحمه المفرومه. العادي جدا. بصوا شهيره. ايوه. النهارده يا جماعه زي ما استاذ طلعت موريكم كده، عاملينها بحشوه كباب الحله. لو عندك نص كيلو لحمه في الفريزر طلعيه دلوقتي، هتعملي منه غدوه معتبره بالنص كيلو زي ما هنشوف مع بعض. تعالي بينا نسمي بسم الله ونشوف بسم الله. الجمال اللي قدامك ده اتعمل ازاي. والله انا شايفه ودخت اصلا خلاص. يلا بص يا ستي، اول حاجه عندنا الحشوه الاساسيه كباب الحله. نص كيلو لحمه هطلعه من الفريزر، هقطعه قطع صغيره جدا. اسمها لو هتجيبيها متقطعه من عند الجزار قولي له عايزه تقطيع الفندق، هي اسمها كده. تقطيع ايه؟ الفندق. ماشي. احنا اتفقنا ان في حلقه اصلا للاسامي بس، يعني حلقه هنقعد كده انا والشيف هالة تقول لي بس اسامي. بصي سيبك من اسمها، تقطيع صغنن خالص كده اهي. بصي يا استاذ طلعت، ده تقطيع اللحمه بالشكل ده. اولا على ما البصله بتاعتها بتستوي بتكون استوت الصغننه دي. تمام. بتاخد سوى البصله. بصوا قد ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بتبقى حلوه قوي 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 جوه حشوه المكرونه البشاميل. ابقى انا عامله كباب حله حشوه معتبره بنص كيلو لحمه عاديه جدا. حلو قوي. تمام. بعد كده عندي سمنه، بصلتين هنفرمهم دلوقتي مع بعض بتقطيعه امهاتنا بتاعه زمان، تقطيع فيها البركه بجد يا شهيره. تمام. فلفل رومي، طماطم مفرومه، وبعد كده عندنا ملح وعندنا قرفه. نقولها تاني. لحمه متقطعة بالشكل ده، بصل، طماطم، فلفل رومي، ملح وفلفل، ورشة جوزة الطيب بتطعمها حلوة قوي. رشة سكر، وطبعا عندنا مكرونة قلم مسلوقة اللي هي البنة. وعندنا طبعا موتزاريلا للوش. طيب. بس دي كده أي نوع لحمة يا شيف هالة؟ أي نوع لحمة؟ كندوز، بتلو، أي حاجة. تمام. التالت، النوع التالت ما أعرفش. كندوز، بتلو، ضاني، ماشي. ضاني. تمام. والله يا ضاني هتبقى تحفة. جدا طبعا. طبعا. وهنعمل كمان النهارده اسهل بشاميل في الدنيا. تعمليه وانت مغمضه، نسبه الخطا فيه ضعيفه جدا. مش ضعيفه، ما فيهوش نسبه خطا. لا بيكلكع ولا يتقل ولا يخف، لان المقادير بتاعته عاملاها لكم خبره السنين يا جماعه والله. المقادير بتاعت بشاميل الخلاط، لتر لبن، عندي كوبايه دقيق مشايله منها معلقه، يعني كوبايه الا معلقه كبيره. تمام ماشي كده. معلقه كبيره زبده، ممكن تبقى زيت، ممكن تبقى سمنه، ممكن تشيليها خالص. تعمليه من غير اي دهون، مفيش اي مشكله خالص. ودي ميزه بشاميل الخلاط، ان انت تقدري تتحكمي في الماده الدهنيه زي ما انت عايزه. حلو ده. تمام. تمام. معلقتين قشطه اللي هي قشطه العلب. عندنا كمان مثلثين من الجبنه، المثلثات دي بيطعم جدا البشاميل، لا تتخيلي قد ايه. مرقه فوريه وملح وفلفل. دي المقادير بتاعتنا. احب انا الحاجه السهله دي جدا. تعالي لي في السهل وانا تمام. طب بذمتك المقادير السهله اللي قدامك دي طلعت ايه؟ قنابل ما شاء الله، قنابل موقوطه. استني استني اقول بطريقتك. ما شاء الله تبارك الله، يعني طواجن ريحتها يا جماعه تحفه تحفه تحفه. حبيبه قلبي. وشكلها يعني ماشي يا شيف هالة، شكلها بيتحدث عن نفسها. ايوه. اول حاجه هعملها دلوقتي، هنشتغل في كباب الحله بتقطيعه اللحمه صغيره جدا. ليها تكنيك شغل عشان تستوي وانت مغمضه. مش هنحط البصله الاول، لا هننزل باللحمه الاول. هحط معلقه سمنه، بسم الله كده ماشي. تمام. وعندي الووك سخن جدا، وده اساسي معانا عشان هتشوفي دلوقتي صدمه اللحمه ليها اصول.
لو نزلتيها كلها قطعة واحدة اتكومت على بعضها هتنزل ميتها ومش هتستوي كويس. طب ايه اللي هيحصل؟ هاخد شوية شوية اديهم صدمة زي ما تشوفوا، بس السمنة تسيح وتسخن كويس قوي اهو. لا حلوه المعلومه دي شفاله طبعا، يعني لو نزلتها كلها كده. حلوه المعلومه دي شفاله طبعا. ايوه لو نزلت اللحمه كلها مره واحده هتنزل الميه ما تستويش بالظبط، لكن لازم شويه بشويه تاخد صدمه شويه بشويه، فبالتالي تدخل كل شويه يدخلوا في سوا كلها تاخد صدمتها. كل شويه هياخدوا صدمتهم، تعرفي ان هم دخلوا في سوا خلاص الموضوع منتهي. بصي ازاي بقى السمنه اهي ساحت يا جماعه وسخنت كويس قوي. انا عندي اهو نص كيلو لحمه، بصوا هعمل ايه. بسم الله، سامعين الصوت ده؟ اهو دي صدمتها، بصي ازاي. خلي بالك معلومات مهمه دي اللي بيتقال عليها معلومات بفلوس. ايوه وانا بتعلم هنا ببلاش. بصوا يا جماعه هي خدت صدمتها كويس كده. اعمل ايه بقى يا شهيره؟ اروح ركنها على جنب كده قبل ما تنشف مني. تمام. واروح واخده شويه الباقيين اهو. بصي كده اديهم صدمتهم يغيروا لونهم. دي كده تعرفي بعد ما تعملي الحركه دي ان اللحمه خلاص دخلت في السوى. على ما تحطي البصل بتاعك والفلفل هتكون استوت. بالتقطيعه الصغيره دي. حلوه دي بابا. شفتوا ازاي؟ بس يا جماعه طعمها في المكرونه البشاميل حكايه بجد، كانك اول مره تعملي حشوه طعمها زي العسل. بصوا مش هقدر اكومها على الجزء الثاني غير لما دي كمان لونها يتغير. خلي بالكم دي مش كلها اهي لونها اتغير. تمام. لازم تاخد اللون الثاني الاولاني كله ونركنها ونحط بعده. بص يا شهيره ابتدت. طب ما تيجي، طب تعالي كده. اجي اتفضلي، يعني بيتك ومطرحك يا اختي. اتفضلي. أيوة اتفضلي. أيوة. انا هقلب مش كده؟ ايوه لاقيني ولا تغديني. ايوه بصوا يا جماعه على ما شهيره بس ايه تقوم تلبس جلافزاتها وتقوم. اللي حصل ان جزء اللحمه اللي عندي كله خد نفس اللون نفس الحركه. بصي يا شهيره جمعي كده اهو. ماشي تمام. وبعدين ناخد شويه كمان. شايفه ازاي سايسيها كده عشان تدخلي تاخدي قصدي نتيجه حلوه. ايوه نتيجه محترمه. كل ده لسه بتلبسي؟ لا لبسته خلاص اهو. يا اختي يا اختي يا اختي نراعيها عشان تراعينا. بالظبط كده بالظبط كده. لا هي اسمها ايه؟ ادي الحاجه حقها تديكي اكتر من حقك. دايما في المطبخ كده يا جماعه كل حاجه اديها حقها تقوم تديكي اكتر بكتير. ادي التوابل اللي الاكله تستاهلها، اديها الخطوات المظبوطه، تطلع لك اكله معتبره بجد تبقي انت كمان فرحانه بيها، تتباهي ان دي صنعه ايديكي. مهمه جدا. بصي بقى يلا تغير لونها بالظبط كده. تمام. شايفه ازاي؟ بس لسه دي اخر اللي هم اخر شويه. اخر شويه. هاتي طب يلا. انا اعيش انا يلا. بقى انا كنت سايباكي للبشاميل لكن والله جيتي لرزقك. مش مشكله اهو كله تقليب. كله تقليب. يلا قوم قوم يلا غيري تمام. اللون كده غيري اللون اهو اهو يلا اسخني كده اسخني مع الحاجه كده. ايوه كده يلا دخلي كله في بعضه بقى. قلبي كله عشان تحبك. ايوه كله في بعضه اهو. يلا اركني كله على جنب وناخد اللي بعده. اخر شويه اخر شويه. تمام اخر شويه معايا يا استاذ طلعت. ماشي حلو قوي برافو عليك. ماشي اوعي تدخليهم في بعض دلوقتي. حاضر كده تمام. حتى لو اخر شويه جابوا شويه ميه ما عنديش مشكله. طب تفتكري ليه اخر شويه ممكن يجيبوا ميه؟ علشان خلاص كله نزل بدا ينزل. لا علشان درجه حراره الماده الدهنيه ابتدت تهدى من كميات اللحمه اللي انت بتحطيها تنزل. فيها. صح. هتلاقي اول شويه حطيتيهم غير اخر شويه. صح. اول شويه خدوا الصدمه على طول. صح. اخر شويه دول بصي ابتدوا ينزلوا شويه ميه. ما عندناش اي مشكله خالص. قلبي كله في بعضه هيستوي كله. وهنجيب بقى سكينه حاميه. حاضر. ونشوف بقى هنقطع البصل ازاي. على ما تقلبي كده انا هقطع البصل هنا جنبي. بصوا بقى ازاي. يلا يا استاذ طلعت. بصوا البصلايه اهي سايبه الديل بتاعها. بحكم ديل البصلايه بين صوابع كده. دي تقطيعه امهاتنا. وبعدين عندي الحته دي هشيلها مش عايزاها اهي كده. بصوا اهي شيلي دي خالص. ماشي. وبعدين تعالوا بقى نشوف التقطيع الزمان اللي كان فيه بركه زمان. بسم الله. بصي يا شهيره مهما كان عندك بلانشات ومهما كان عندك حاجات حديثه التقطيع القديم ده مش عارفه انت تعرفيه بقى ولا لا. الحقيقه لا. لا الحقيقه لا. بصي يا ستي عملت خطوط كده بالعرض. لفي البصلايه وتعالي زي ما عملتي بالعرض اعملي بالطول كده. شايفه ازاي؟
كده هناخد بصلية واحدة بس كفاية لأن ما شاء الله البصلة كبيرة كبيرة يعني. وبعدين تعالوا بقى بصي بصي قطعي شايفة ينزل لك ازاي اهو اهو شايفة اهو بص اهو يا جماعة تحت امركم بصي اهو بالراحة كده شايفة التقطيع وبصي شفت. بلف البصلة وبالسكينة كده طيب وبعدين بصي بقى الحركة بتاعت زمان دي مفيش حد ما شافش امه بيعمل الحركة دي تعمل الحركه دي اهو صح يا استاذ طلعت اه صح صح انا عارف كلنا صح. كلنا هذا الجيل ايوه كده اهو 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 اه الدموع بالبصل دي بتغسل العين والله وبتغسل القلب كمان من جوه بصوا شايفين ازاي والبصل عمال ينزل في الطبق شايفين عامل ازاي تقطيع تاني اهو يلا وشهيره عماله تقلب في اللحمه اللي فعلا دخلت في السوى خلاص كده اه صح برافو عليك يا شهيره لا لا انت هتاخدي شهاده عاليه في التقليب تلمستك تلمستك بس يا ستي تقل اقلب ايوه انا دوري على المدفع اقلب وعينيا هتدمع من البصل وهتبقى يلا حاجات بصي يا استاذ طلعت بقى تعالى البصل اهو على اللحمه ينزل كده كله وشهيره تعمل ايه؟ ادمع تقلب وشهيره تقلب خدي كمان الفلفل الرومي تمام اهو يلا قلبي حاضر اديها وخدي كمان شويه طماطم بسم كمان. الله بس الطماطم بقى مش كتير طيب. بس حلوه قوي كده زي الفل وشهيره بقى عماله تقلب كده نحط لها التوابل كلها والبهارات هنحط جوز الطيب وممكن نحط بهارات لحمه كده ماشي وهنحط رشه سكر كده وبعدين عايزين فين الملح والفلفل هما جنبك الملح والفلفل اه اهو اهو يلا حط لنا ملح وفلفل يعني انا هقعد احط كل حاجه اهو اهو ايه ده انا تعبت ادي شويه الفلفل امال هي ايه جت قلب وخلاص يا استاذ طلعت عينيا دمعت بررم بررم وظيفتك ايه على المدفع بررم ده ايه بتقلب تعالي بقى يا قمر كده الناحيه دي علشان انا عايزه اعمل بشاميل الخلاط ولا اقول لك خليكي زي ما انتي طب دقيقة واحدة بس استني استني حاضر استني حاضر انت بتقلبي وبس انت مش شايفة اللي جرالي اه يا عيني امال بتعملي ايه في البيت بس كده يعني خلي الطبق مستور بصي يا استاذ طلعت لازم نطلع فعلا فاصل عشان شهيرة عينيها باظت ايوه هنعمل بس مقادير بشاميل الخلاط ادي لتر لبن اهو في الشفشق الخلاط بسم الله بالشكل ده ماشي وهنحط في نفس الشفشق زي ما قلنا كوباية دقيق إلا معلقة كده وهحط كمان مثلثين جبنة هاتيلي معلقة كده يا شهيرة بعد إذنك وهحط كمان معلقة صغيرة مش شايفة شهيرة خلاص فعلا والله هحط معلقة صغيرة مرقة فورية بودر وادي معلقة قشطة وكل دول هضربهم كويس قوي في الخلاط على ما تطلعوا فاصل نعالج ما افسده الزمان البصل ما افسده البصل والتقليب فاصل قصير بسرعه ايوه القناه تتغير رجعنا لكم تاني وصلحنا شويه يعني والشيف انا بقى هتوريني اسهل حاجه في الموضوع ده كله البشاميل ايوه بصوا شهيره بالدموع بتاعه البصل عايزه تقول لكم ورجعنا لكم تاني ايوه رجعنا لكم مش شايفه قدام انا ماسكه اصلا طول الفاصل مش شايفه احنا حطينا مقادير البشاميل كلها يا جماعه في شفشق الخلاط نقول لهم تاني يا شهيره لتر لبن كوبايه الا معلقه كبيره دقيق مثلثين جبنه من الجبنه المثلثات معلقه كبيره قشطه حطيت معلقه صغيره مرقه فوريه بودر بتدي تطعيمه حلوه مع اللبن وبعد كده هنحط ملح وفلفل بس مش في الخلاط خلاص ولسه فاضل عندنا معلقه زبده دي اللي هنحطها تسيح لوحدها تعالوا كل الكلام الحلو ده بقى نضربه مع بعض بسم الله وانت قلبي وانا بقلب اهو ولا زلت اقلب
بس كده زي الفل كده خلاص تمام. الدقيق داب، هوريكي بس ممكن بس اشيله لك انا. اه بعد اذنك. شكرا. العفو. بص بقى يا استاذ طلعت، الفوم والرغوه الحلوه اللي حصلت في شفشق الخلاط ده معناه ايه؟ معناه ان الدقيق وكل المكونات بتاعتي دابت جوه اللبن، وكمان دخلت هواء، ده بيخليه للبشاميل كريمي جدا بمعنى كلمه كريمي وناعم جدا، وكمان مفيش خطا ومفيش كلكعه باذن الله. شوفي بقى حاجات بسيطه كده يعني، اول ما يطلع الفوم ده اعرف على طول كده ان كله امتزج مع بعضه وكده بقى تمام. اه اديني بقى معلقه زبده. معلقه زبده بس انا يعني كنت عامله ده ليك انت. بصوا بقى، طبعا الووك سخن، فعلى طول اروح ماسكه الزبده عاملاها كده، وطالما الووك سخن ولقيتها هتسيح كده اروح وانا طالعه شايلاه من على النار اروح حاطه على طول بسم الله المقادير بتاعتي وانزل على النار بالراحه بهدوء. بس شفتي حطيت ايه؟ مكعبين زبده صغننين خالص، اه ولا حاجه يعني بس. وبعدين زي ما اتفقنا هنحط ملح وفلفل اسود. ادي الملح، بصوا الفوم عامل ازاي يا جماعه، والفلفل الاسود بقلله خالص عشان ما يغمقش البشاميل بس. وممكن نحط فلفل ابيض. بصوا بصوا الرغوه عامله ازاي. بصوا الفوم اللي الخلاط عمله لي ده بقى يا جماعه، مقادير مظبوطه جدا، احتمال الخطا او الكلكعه فيه منعدم. مش هقول كله دايب في بعضه، كله دايب كله دايب. امتى بقى هطفي عليه؟ اول ما يبتدي يغلي ويعمل لي الفقاعات اللي هي زي البركان كده. يبقى كده تمام خلاص، الدقيق استوى وخلاص ما بقاش ليه ريحه ولا طعم نهائي. تمام. لكن لو طفيتي عليه قبل كده ريحه الدقيق هتبقى باينه، لان الدقيق ما اتحمصش مع الزبده. فهمتي؟ تمام فهمت. ده الفرق. تمام. حضرتك بقى اتفضلي قلبي قلبي هنا وهنا قلبي هنا وهنا. بصي يا استاذ طلعت وظيفتها شغلتها. اتفضلي يا استاذ طلعت. بصي انا بعمل ايه اهو، شفت بقى حاجه عالميه ما حصلتش. عارفه لو البشاميل لزق منك هعمل فيكي ايه؟ عارفه هعمل فيكي ايه؟ على الله. اهو 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 ايوه كده، عشان انا اوسع بس عشان ايه نشتغل بقى في الصينيه بتاعتنا. يلا اديها اهو. ايوه. ودوري على المدفع بقلب. التعليم ببلاش. ايوه. التعليم عمره ما كان ببلاش. صح. اقلب لك انا بقى كباب الحله. بص يا استاذ طلعت الالوان، والبصل استوى مع الفلفل والطماطم، واللحمه استوت ازاي؟ عسل. كمان رشه السكر اللي حطيناها دي بتساعد ان اللحمه تستوي بسرعه. على طول ما تاخدش وقت. اهي شايفين؟ زي العسل. حشوه حكايه بجد يعني، الله اكبر عليها. لا بصراحه وريحتها حلوه قوي يا شيفانا. يعني الفلفل كمان مع البصل واللحمه حلوه قوي، مدي مدي فعلا نكهه حلوه قوي قوي جوه جوه البشاميل بقى، هتبقى ما شاء الله عليها يعني. زي ما انت قلبت البشاميل، وطبعا شهيره بتقلب بقلب البشاميل. ولازلت اقلب واقلب واقلب. قولي لنا بقى كده يا شهيره، مقادير البشاميل اللي بقى وانت شغاله فيه كده، هدي ايدك عشان تديله فرصه يغلي. بصي شفاله. امتحان على الهوا. امتحان. لتر لبن. ايوه. كوبايه الا معلقه دقيق. ايوه. معلقه صغيره خميره فوريه. ومكعبين. خميره فوريه؟ خميره فوريه؟ طب اشهدوا انتوا يا جماعه. مرقه فوريه، مرقه فوريه خلاص معلش. ايه اللي جاب الخميره الفوريه للمرقه دي؟ كارثه. معرفش ايه اللي جاب الخميره الحقيقه. مرفوده. طب ومين هيقلب؟ لا لا معلش هستعين باي حد. خميره فوريه. يلا مرقه فوريه، انا اسفه، مرقه فوريه وملح وفلفل. ايوه. ومكعبين مثلثين جبنه مثلثات، صح كده؟ انا تعبت بصراحه. صح كده؟ انا تعبت يعني. صح. انا اكرم لي بجد ان انا كده انا هروح. كده كتير عليا يعني، حرام. بصوا يا جماعه حلوه، ركزوا معايا، ولا كانها قالت حاجه. شش. ولا كانها قالت حاجه، خليكم معايا. انا مقادير البشاميل بسيطه جدا. لتر لبن يا جماعه. سواء بلدي او علب اي حاجه، وكوبايه دقيق بعيره، واروح شايله منها معلقه كبيره احطها على اللبن في الخلاط. اوكي. معلقه صغيره مرقه فوريه. مرقه مش خميره، مرقه. خلاص ما تعيديهاش تاني بقى، ما تلخبطيش الناس. مثلثين جبنه، معلقه قشطه اللي هي قشطه الشركات العلب، او لو عندك وش اللبن برده هتبقى جميله. وباخد معلقه زبده اسيحها
واضرب كل اللي احنا قلناه ده في الخلاط وانزل بيه على معلقه الزبده واحط رشه ملح، لان خلي بالكم المرقه الفوريه اللي احنا حطيناها متحدقه فيها التحديقه بتاعتها، ما تكحتيش قوي، خليكي على فوق يعني من غير ما توصلي لتحت كده، عشان بس لو في مضرب سيليكون كان هيبقى افضل يعني. ماشي يا جماعه. رشه ملح ورشه فلفل اسود او فلفل ابيض زي ما استاذ طلعت قال لنا، ونفضل نقلب زي ما شهيرة عامله كده لغايه ما يغلي معايا. لازم اشوف الفقاعات بنفسي ابقى كده عرفت ان الدقيق خلاص استوى. بس كده. ده كده بالنسبه للبشاميل. كباب الحله اللي بنعمله النهارده، اللحمه طلعناها من الفريزر قطعناها صغير جدا، التقطيعه الصغيره دي اديناها صدمتها في معلقه سمنه، اول ما تاخد صدمه صح تبقى خلاص دخلت في السوى عشان حجمها صغير. وبعد كده نزلنا بالبصل والطماطم والفلفل ورشه جوز الطيب او بهارات وملح وفلفل اسود، وبنقلب كده بالشكل ده. ما بنحطش توم، لو كباب حله عادي بس من غير ما هعمله حشوه بحط فص توم مفروم، لكن في المكرونه البشاميل طالما هعمله حشوه لا ما بحطش توم عشان بيبقى ريحته وطعمه لاذع قوي جوه البشاميل. تمام. انا ممكن بقى اعمل معاكي واجب. اتفضلي. ممكن انقل لك البشاميل على العين الكبيره. يا سلام يا سلام يا ما بدأي. سلام. طب أيوة. خدي بقى دي على الصغيره، ناخدها على الصغيره، مش مهم دي خلاص، دي لا معلش لسه هياخد وقته. خلاص البشاميل، بصي يا استاذ طلعت البشاميل لسه مغليش، وبص قوامه كريمي ده خالص. تقليبي ازاي؟ ده تقليبي. ده تقليبي لكن مش مقاديري ولا شغلي ولا تعبي. بشاميل طالع كده عشان تقليب شهيره. بصوا يا جماعه، وبعدين لما تيجي تقلبي بالراحه كده خالص عشان تديله فرصه يغلي، لو انا بقلب في النص هيبتدي يغلي من الحروف، لكن لو انا شغاله كده مره واحده مره واحده انا كل ده عماله ادخل هوا، مش هيغلي السنه دي زي ما الاخت شهيره عماله تعمل. بالراحه كده بالراحه. ما قلتليش المعلومه دي، ما قلتليش. خبره. مجرد ان انا بس بخلي الدقيق اللي جوه يتحرك، لانه لو ثبت في مكان هيرقد تحت، وده اللي ممكن يخليه كلكع. فهمت. تمام فهمت. وبعد الفاصل هنرجع نكمل. طيب يا فندم. حاضر. طيب. حاضر. قلب تقلبتين كده قبل ما نطلع. ايوه. وده كده البشاميل خلص معانا، هوريكم بس قبل ما نطلع فاصل. مفيش كبشه حلوه كده اهي. بسم الله. بص يا استاذ طلعت قبل ما تطلع الفاصل شوف البشاميل عامل ازاي. الله. بص دي حتت الجبنه دي اللي فيه. بص تاني، بصوا اهو شايفين كريمي خالص ازاي، وطبعا لسه لما بيبرد بيتقل اكتر. دي حتت الجبنه، بصوا اهي شايفين عامل ازاي كريمي، بمعنى كلمه كريمي اهو. اظن مفيش بعد كده. بصوا حكايه بجد حكايه. طيب على بقى ما يغلي غلوه كده وشهيره تخلص. أيوة. نطلع فاصل يا شهيره ونرجع نقفل بقى الصينيه الحلوه مع بعض. فاصل صغير واوعوا القناه تتغير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بعد ما عملنا بقى كباب الحله والبشاميل الخلاط السريع، وانا اللي قلبت عملت كل حاجه يا جماعه شهيره بجد يعني. تعالوا بقى نشوف كباب الحله شكله بقى عامل ازاي بعد ما استوى والبصله استوت فيه. بصوا المنظر يا جماعه رائع، البصله مستويه، الفلفل كمان مستوي، الطماطم دابت خالص وكأن ملهاش اثر، بس اثرها الجميل طعمها هو اللي باين في الخلطه بتاعتنا الحلوه. هو ده كباب الحله ودي الحشوه بتاعتنا النهارده. دي حاجه. الحاجه الثانيه بشاميل الخلاط اللي عملناه مع بعض، طبعا هنا الجو ساقع جدا والتكييف عالي برد على طول. بصوا بقى قوامه بقى عامل ازاي عسل. وحتت الجبنه والقشطه بصوا باينه فيه ازاي، هو ده حتت الجبنه بقى مع القشطه اللي محببه دي، محبحبه دي كده، بتسيح مع الموتزاريلا بقى في الفرن تعمل لكم الوش اللي انتم شايفينه. الوش ده مش وش موتزاريلا بس، ده حتت الجبنه وفتافيت القشطه اللي جوه البشاميل بيدوبوا مع الموتزاريلا على الوش يدوكوا اللون المحمر الحلو ده، والقشطه بتدي اللمعه الجميله دي. طيب الخطوه اللي بعد كده يا شهيره، هاتي بقى الرز بقى. قبل ما نرص برده حاجة مهمة جدا، هاخد كبشة من البشاميل. انا قاسمة المكرونة نصين على طبقتين الصينية عشان تطلع لك زي بتاعت الاعلانات كده، زي ما انت شايفين اللي احنا عاملينها دي. طبقة مكرونة تحت، طبقة مكرونة فوق، والحشوة في النص. بصي شوية بشاميل كده وشوية بشاميل كده
ماشي يا ستي؟ ماشي. وبعدين قلبي قلبي البشاميل مع المكرونة. بسم الله، تقليب حلو كده بالشكل ده. يلا بسرعة قلبي لنا الاتنين بقى. يلا يلا. حاضر حاضر. يلا قوي عشان ما عندناش وقت. طلعت انا دوري على المدفع ايه؟ اقلب. خلاص خلاص. المكرونة بالبشاميل هقلبها. بعد كده الصينية اللي هشتغل فيها ما بدهنهاش أي مادة دهنية عشان المكرونة البشاميل ما تلزقش. كل اللي بعمله بحط كده كبشة من البشاميل واوزعها كده في الصينية، منها بتطعم لي المكرونة وفي نفس الوقت عمر ما المكرونة تلزق أبدا جوه الصينية. بصي توزيع كده. اه تمام. طبقة عازلة وفي يعني نفس الوقت تطعيمة. ما يخليش المكرونة تلزق. أبدا. اوكي. يلا يا قمر هاتي بقى حبيب. الجزء ده نزليه بقى في الصينية. ننزله في الصينية. يلا. بسم الله. انزلي انزلي ما تقلقيش انزلي 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 بقلب جامد. لغايه كده ايه؟ تمام. ما نشوف بس استني نشوف المستوى. تالي كده حلو قوي. مش هنزود تاني. كويس. بصي بقى بظهر المعلقه كده وثبتيها علشان تتماسك في الفرن وتطلع لك قطعه واحده، عارفه بالبلدي كده خرطه مكرونه كده متماسكه. تمام. كده شايفه ازاي؟ بالشكل ده. ماشي؟ وبعدين هنجيب الحشوه ننزل بيها. بص بقى يا استاذ طلعت الحشوه بقى. يلا يا باشا. الله. يلا خلي قلبكم ينزل كده مع الحشوه وهي نازله كده. ريحتها رهيبه بالشكل ده. بصراحه والتوزيعه تحفه تحفه. وخلي الحشوه توصل الحروف عشان تبان من البايركس كده. أيوة. تبان لك الطبقات الحلوه بتاعت صينيتك الجميله. بصي اهو. تمام. بس وبعد كده نثبت برده. استني كل طبقه نثبت. لازم تتثبت كده. تمام. ماشي. وبعدين انزلي بقى بالمكرونه. اكمل بقى. يلا. دي ماشي. اوكي. ايوه ناخد شويه من ناخد هنا. شويه من الثانيه. برافو يا شهيره والله. بس مش كتير. ها. ما انا عارفه عشان انزلي ايه. انزلي انزلي بس استني بقى كده اما ايه نشوف كده ايه بالظبط المستوى هيبقى ايه علشان برضو ما نملاش الصينيه بالمكرونه لان في طبقه بشاميل. صح. بصي لا احنا محتاجين شويه. تمام. يلا ناخد كده. شفتي ازاي ماشيه واحده واحده؟ اهو يا جماعه شايفين وزعي المكرونه. المكرونه اصلا اوريدي عليها بشاميل. احنا مقلبينها في شويه بشاميل. ثبتي بقى كده. يا سلام يا سلام يا شهيره يا سلام. وجون هاتي 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 اللي بجري وراكي بيه. ايوه. بس يا ستي. يلا ننزل بقى ايه بالبشاميل بقى. ننزل بالبشاميل. وزعي كده في كل حته. القوام ده اللي هيخلي لك المكرونه تبارك الله متماسكه جدا جدا جدا. تبقى خارطه كده. بصوا ازاي. تبقى خارطه. خلاص شهيره يا جماعه اتعلمت لغات. خلاص شهيره خدت لغات. الحمد لله. شهيره كده اتخرجت. وزعي بقى. حاضر 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 حاضر. بصي حاضر حاضر حاضر. بصي اهي كده. اوعي اوعي انت بالمقصوصه دي مش هتسعف معاكي. برده بظهر المعلقه. ماشي. برافو عليكي. ابتدت كمان تبقى اقتصاديه. ايوه اهو يعني عارفين. هاتي بقى الموتزاريلا. يلا وزعيها. موتزاريلا نوزعها بسرعه كده. شايفين ازاي؟ بس يا ستي وخلصت الشغلانه. وخلصت الصينيه. ده شكلها بتدخل الفرن. الله. على الشبكه بنشغل النار من تحت بس لغايه ما الاقي الجبنه ابتدت تسيح بس ما خدتش وش. ساحت الجبنه اروح طافيه النار من تحت ومشغله الشوايه دقيقتين بس مع فتافيت القشطه والجبنه اللي جوه البشاميل مع الموتزاريلا. خلاص هتعمل لي وش حلو واروح مطلعاه. ما تقرصيش عليها في السوى. كل حاجه فيها مستويه علشان تطلع معاكي متماسكه بس طريه زي بالظبط دي. يا استاذ طلعت بص بص معايا كده لو شفنا الوش ده متماسكه متماسكه بس بص لما ادوس عليها شايفين طريه ازاي. بصوا الطراوه بتاعتها تبارك الله. بصوا الله اهي بتبص اهي من كل ناحيه. الله. شهيره شايفين ازاي. ودي كده المكرونه البشاميل بتاعتنا. طلعينا بقى فاصل. ايدك تسلم ايدك. هنطلع فاصل بقى مع خبيره التغذيه يسرى اللي هتدوق معانا ومش هتقول لنا اي حاجه خالص. شفاله صح هي ممكن تخطف صينيه وتجري على طول. فاصل صغير واوعوا القناه تتغير.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شرفتنا يسرى صلاح خبيرة التغذية اللي هتكلمنا النهاردة عن عروض ايجيبت فارما. النهاردة محضرين لنا بهي بتقول لنا عاملة لنا حاجات كتيرة قوي حلوة. ازيك يا كورونا؟ ازيك يا ايوه عاملة ايه؟ تسلم ايدك والله شكلها لوحدها يعني تشبع. انا على فكرة فتنت عليكي وقلت يسرى لما تشوفها هتخطف صينية وتجري. الله ياخد دي الكبيرة نقل الكبيرة تسلم ايدك. اي حاجه بتعمليها والله ما شاء الله عليها. ربنا يخليكي. تسلم ايدك. احنا مع المكرونه دي يعني في الشتاء والسقعه اللي احنا فيها محتاجين نتدفى وحاجات سخنه. فاحنا النهارده جايبين لك كورس انا مسمياه حلال المشاكل. حلال المشاكل. حلال كل المشاكل. حلو قوي ده. اي مشكله عندي او اي سن انا طب انا سني هينفع للكورس؟ طب انا وزني هينفع؟ ايا كان سنك وايا كان وزنك الكورس ده هيناسب معاكي. ليه؟ لان الكورس مش بيفرق. لان في ناس كتيره بتسالنا هينفع للرجال والسيدات. الكورس مش بيفرق ما بين انت راجل ولا ست. لا هو عارف هو هيعمل ايه. يعني عارف الكبسوله دي هتنزل على اي مكان هتنزل الوزن اللي فيه. طب انا عندي بطنه هتنفع تنزل؟ طب انا عندي ارداف عندي دهون بقالي سنين مش عارفه انزلها. النهارده بخصم 70% هقول لك ازاي تقدري تنزلي وزنك في 60 يوم بس. 60 يوم هلاقي النتيجه من اول اسبوع. 60 يوم هنزل فيهم 35 كيلو مش اقل من 35. مش أقل. في ناس بتنزل اكتر من كده. فانا بقول لك الحاجه اللي ايه الوسط 35 كيلو. ليه؟ لان انا معايا كورسين بثمن كورس واحد. كورسين فيهم 2 كبسولات مختلفين. الكبسوله الاولانيه بتسد معايا الشهيه لمده 12 ساعه في اليوم بتفتت لي الخلايا الدهنيه. الكبسوله الثانيه بتنحت وبتعمل لي تكميم لمعدتي. فانا مع الكبسولتين مش محتاجه ان انا اعمل اي دايت او نظام غذائي او اعمل اي مجهود. من غير مجهود ومن غير اي حاجه وبقل كمان تكلفه. لان يعني الناس بتخاف. انا جربت كتير منتجات فهينفع معايا الكورس ده. جربي المره دي مش هتخسري اي حاجه خالص. ب 70% خصم. هياخد كورسين كمان مش بس كورسين وعليهم خصم 70%. انا جايبه لك الكريم الشد والحزام بس دول لاول 100 متصل بس. الهدايا لاول 100 متصل. طب والخصم؟ الخصم لكل الناس لحد الساعه 12 بس بالليل. محدده هو اليوم واحد بس لان احنا بنعمل عروض. انا جايبه لك كورسين. الكورس الواحد بيعمل بمعدل من 15 كيلو لحد 20 كيلو في الشهر. فانا جايبه لك كورسين بثمن كورس واحد بخصم 70% كمان عليه الهديتين الكريم والحزام دول. يعني انا شخصيا هو حلوين جدا. مش محتاجه ان انا اعمل اي مجهود او انا بيكملوا بعض. يعني اعمل رياضه. في رياضه معينه هتقول لك اعمليها عشان تنزلي منطقه البطن. لا خالص. وانت قاعده في البيت هتلاقي ان انت بتاخدي كريم بتدهني على اي مكان انت محتاجه ينزل في الوزن مع الحزام. هتلاقي ان انت في اول اسبوع في فرق. في فرق من 4-5 كيلو مش اقل من كده. والحاجات دي احنا معانا صور ومعانا حالات كتير قوي بتلاقي ان فعلا الموضوع بيفرق معاهم. جربت الاثنين مع بعض. جربت الحزام والكريم مع الكورس كمان. بص لوحده الكورس بيعمل يعني انا جايبه لك كبسولات ونقط هنقول لك كل حاجه بتعمل ايه دلوقتي. بس الكريم ده حلو جدا كمان. استاذه شهيره جربته وباين عليها باين جدا كده. بصوا يا جماعه الفرق ما شاء الله. يعني شوفوا شهيره دي بقى حاله يعني انا شايفاها بعينيا. يعني انا معاها يوم بيوم. يعني ما شاء الله بان عليها جدا جدا. الوش كمان بان عليه. هاتوا كده مثلا حلقه من الحلقات الاولانيه خالص وهاتوا حلقه النهارده او حلقه من يومين وانتوا بنفسكم هتعرفوا الفرق. شهيره نزلت قد ايه ومع ذلك هي لسه ما كملتش شهر. هي ما كملتش كورس على بعض. ده حقيقي. انا بقالي 3 اسابيع بالظبط. 3 اسابيع بس. وشوفوا ما شاء الله بان عليها. والنهارده كمان جايه ما شاء الله فرحانه جدا جدا يعني. يبقى النهارده عندنا حلال العقد والمشاكل. هي يسرى قالت حلال مشاكل بس انا لازم احط التاتش بتاعي. فقمت ضفت كمان حلال العقد والمشاكل. هي عقد. هي عقد. بتعقد. طبعا. ليه بتعقد؟ لانه انا لما بتخن احنا للاسف الاجسام العربيه عموما لما بتتخن بتتخن من مناطق بس. يعني معينة. مش كلنا بنتخن. لا انا بتخن من الحته دي بس. فهي بتبقى فعلا عقد. فعلا عقدة. بطني عقدة. اردافي عقدة. كل حته في جسمي بتسبب لي عقدة ايا كان بقى بنتخن منين. فده فعلا هي فعلا عندك حلال العقد والمشاكل. الكورسين بيغطوا 60 يوم. كورس كل 30 يوم كورس كامل كبسولات ونقط واعشاب بخصم 70% على الاولاني بس. بعد كده الكورس الثاني اللي بيغطي شهر ثاني ده جاي لي هديه. يبقى كده عندي الكورسين بيغطوا لي 60 يوم بخصم 70% للكورس الاولاني بس يا جماعه. يعني تدفعوا ربع ثمن كورس واحد جاي لكم في المقابل كورسين يغطوا معايا 60 يوم زي ما يسرى بتقول لنا مش اقل من 35 كيلو في الشهرين.
طيب علشان اخس وما يبقاش عندي منطقه البطن تضايقني، او في ناس مثلا لو خست ومنطقه البطن فضلت زي ما هي مع الخسسان بتبان كانها كبرت، بس هي ممكن تكون ما كبرتش، هي برزت مع الجسم لما خس لما نزل. فتبقى فعلا حل العقده والمشكله دي ازاي؟ ما هو حل العقد والمشاكل بقى، اي مشكله هتقابلكم في الشهرين هتلاقوا حلها في كورسات النهارده مع يسرى. يبقى هيبقى عندنا الكريم والحزام، هندهن الكريم على منطقه البطن ونلبس الحزام في الستين يوم، بنخس جسمنا كله بيخس وكمان منطقه البطن مع الكريم والحزام بتنزل. قوم ايه بقى يا يسرى؟ بعد الستين يوم ما عنديش عقده، ما عنديش خلاص مشكلة. انا اتخلصت من كل حلينا حاجة. كل كمان حاجة. كل ده من غير حرمان، يعني الناس فاكره ان انا هقول لك نظام غذائي تمشي عليه، لا خالص، انا باخد الكورس من غير ما اقلل في الاكل، من غير ما اعمل مجهود، تمام. من غير ما اعمل اي حاجه واحرم نفسي، عارفه انت حد اصلا انا جاي لك تخين وباكل وعندي مشكله في الشهيه، وتقولي وتقولي ما تاكلش مكرونه زي دي في الجو ده، وبعدين يشوف الشيف هلا بتعمل مكرونه يقول لك دايت ايه بقى وبتاع ايه، لا والله بنسيب. طب تعالي ناخد تليفون، مين معانا على التليفون؟ نور معانا على التليفون. يا نور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاوزه اقول لكل الناس اللي شجعتني شكرا بجد، يا رب تكونوا مبسوطين زي ما انا مبسوطه كده. ربنا يخليك يا حبيبي، دايما مبسوطه على طول يا رب. والله انا مبسوطه جدا من الخطوه اللي انا اخذتها، انا كنت سايبه نفسي خالص خالص، كنت بعاني من السمنه تمام لمده سنين، يعني يا ريت مثلا فتره صغيره، لا ده انا سنين ما بعملش حاجه غير اني باكل، وانا اصلا بحب الخروجات وبحب الاكل كتير والكلام ده كله تمام. فكان كل فترة يعني صغيرة أنزل أغير لبسي بقى وأجيب أوسع. طبعا تمام. فاللي هو ده بقى كان عامل لي عقدة كبيرة جدا، واللي هو أنا كنت معايا برضه مش لوحدي، حليتي العقدة دي ازاي؟ حلال العقد والمشاكل، حليتي العقدة والمشكلة دي ازاي بقى؟ ده أنا حليت العقدة دي من هو من عند دي تارن تمام، أخدت الكورس من عندهم وتابعت مع الدكتورة تمام، وفضلت معايا فتره كبيره جدا اللي هو 3 شهور. اللي هو 3 شهور ده بالنسبه لي كويس جدا، نزلت فيهم 40 كيلو. حلو تمام؟ حلو جدا. لا وانا المشكله كمان ان عندي الغده ما بطيئه، ما عنديش حرق خالص، يعني ما فيش حرق كمان. تمام؟ وانا كمان مستنيه ان انا هطلب الكورس النهارده واللي فيه الكريم والحزام. عشان انا خلاص قربت اثبت الحمد لله، وبشكركم جدا جدا جدا، وبشكر الاستاذه يسرى. برافو عليكي والله. انا كنت على فكره كنت متابعه مع استاذ يسرى، كانت متابعه معاكي يا يسرى. لا برافو عليكي. برافو عليكي يا نور، ربنا يخليكي، وبشكرك جدا جدا جدا. شرفتينا يا حبيبه قلبي. يعني ادي مشكله من المشاكل اللي عندنا النهارده ان شاء الله حلها، ان هي بتحب الاكل جدا والشهيه عندها مفتوحه باستمرار، فطبعا بقت ايه من اصحاب السمنه، وعندها بتعاني من مشكله الغده كمان اللي دي سبب ان انا بتخليني اعرف احرق في اليوم. فدلوقتي عندي الغده، عندي المراره، عندي مشاكل في الرحم، هتلاقي ان كل ده بيأثر على الحرق، وده غصب عني يعني. حاجه مش بايدي. كمان هتلاقي ان هي عندها شهيه، فانا عندي حاجتين داعين خالص. عندي مشكله في الشهيه وعندي مشكله في الحرق، فانا حليت لك النهارده المشكله في الشهيه والمشكله في الحرق. مشكله الشهيه بتاعتي بالكبسولات اللي هتسد معايا الشهيه لمده 12 ساعه في اليوم، مع تفتيت الدهون اللي في جسمي، اي دهون في جسمي، مع كمان تكميم المعده. فتكميم معده مش محتاجه انزل اروح لدكتور، محتاجه اعمل عمليات خالص من غير حرمان، لان انت هتلاقي مشكله البطن دي عند 90% من الناس. فهتلاقي ان هي انا تمام من فوق وحلوه، بس عندي مشكله البطن ومش عارفه اتخلص منها. هتلاقي انت معاكي كريم هتدهنيه على منطقه البطن، معاكي حزام، معاكي الكورس اللي هيفتت لك اصلا الدهون. النقط دي بتاعه الحرق، معاكي عبوتين، نقط عبوه وعليها عبوه هديه، دي بتاعه الحرق هاخدها مره واحده في اليوم بمعدل 4 أضعاف في اليوم العادي بتاعي. فتلاقي ان انا بسد الشهيه، بحرق الدهون بتاعتي، معايا الاعشاب اللي بتنقي الجسم من السموم. يعني دلوقتي باكل مخللات كتير، عندي ميه في جسمي زياده. بتلاقي ان انت اصلا نص وزني كله ميه. فتلاقي ان مع الاعشاب بتنزل السموم، بتنزل الميه الزياده اللي في الجسم، السموم طعمها حلو جدا. هتلاقي ان انا لو عندي مشاكل في المعده الاعشاب اتخلصت منها خالص. مع الكريم طبعا الجبار، هتلاقي ان انت مفيش ترهلات حصلت لك مع نزول الوزن. لان هتلاقي فوق المية، هتلاقي ان هم بعد ما نزلوا خالص لوزنهم المثالي او الطبيعي، هتلاقي ان في ترهلات في الجسم. لا انت مع الكبسوله الثانيه بتنحت مع الكورس معايا، فبتلاقي ان انا محوطاكي من كل مكان، معايا سد شهيه كويس جدا، معايا الحرق، معايا الاعشاب الحلوه جدا، والكريم والحزام طبعا ده ما يخلاش بيهم. العرض بتاعنا 70% خصم،
70% خصم، هتلاقي خبير تغذيه معاكي من اول يوم. دي المتابعه في الكورس، المتابعه مجانيه طول فتره الكورس. تمام. لمده 60 يوم ايا كان انت محتاجه تنزلي 20 كيلو، فهتاخدي كورس لمده شهر معاكي برده خبير تغذيه لمده 30 يوم. لمده 60 يوم لو انت فوق ال 150 هتلاقي محتاجه كورس 3 شهور هيسالوا عليه برده، فهتلاقي ان انت معاكي خبير في البيت. نفس الخصم ونفس الهدايا. كل يعني الكورسات اللي عندنا النهارده عليها خصم 70%. ليه؟ لان انا بوفر لك كورس باقل تكلفه من غير نظام غذائي، من غير اي مجهود خالص. فهتلاقي ان انا لا انا قاعده في البيت وحاسه ان في فرق بيحصل كل اسبوع. كل اسبوع بنزل اوزن الاقي ان انا نزلت في الوزن 4 5 كيلو، ف 4 5 كيلو هتلاقي ان انا اصلا عملت دايت كتير قبل كده وما ما بننزلش اصلا. يعني نص ده. كيلو بنتنطط بصراحه، يعني بنقول ايه نص طبعا. كيلو شفاله يا سلام نص كيلو كل شهرين بالظبط كده، باخد 3 ايام فري فيها. سمينا النهارده حلال المشاكل، لان ايا كانت المشكله اللي بتسبب السمنه حلها موجود معانا ان شاء الله في الكورسات يا جماعه. يعني زي ما يسرى بتقول ان شهيه عاليه هنلاقي الكبسولات يا شهيره. أيوة. بتسد الشهيه. انت بقى اولى ان انت تحكي يعني شهيه عاليه. هو اساسا انا كان عندي كل حاجه صراحه. انا كان عندي مشكله في الحرق، لان انا ايوه والله شهيره ادمان بطاطس. ده حقيقي. انا بحبها جدا بصراحه، وعلى فكره وما اتحرمتش منها. حط لي برضو بطاطس في الاكل لما جيت تابعت، كنت بتابع بقى يعني بصراحه مع كذا حد منهم بصراحه، فكانوا لما كانوا بيتابعوني اقول لهم انا نفسي اكل بطاطس كانوا بيحطوا لي البطاطس. كانوا بيحطوا لي كذا نوع اكل. كل الناس فاكره ان هو عالي السعرات، لكن بصراحه هم كانوا بيحطوا لي، انا ما اتحرمتش من اي حاجه الحقيقه. كبسولات كانت بتسد الشهيه جامد جدا. نقط الحرق دي بقى كانت حدث ولا حرج حقيقي بجد. انا كنت باخد النقط تدي طاقه وتحسي بحرانه ده هو ده بقى. بصي في عز الحر اللي احنا فيه انا تمام، يعني الناس اللي بدل انا حرانه والله بجد. يعني حواليا الناس تقول الجو برد برد، انا مش حاسه خالص بالبرد ده حقيقي. يعني انا دلوقتي باخد الكورس وانا تخينه في الوزن، فهتلاقي اي اكل انا باكله مع الكورس هتلاقي ان هو بيحولها لي لطاقه. فطبعا طول الوقت حاسه بحراره في جسمي، ده كل ده دهون بتخرج من جسمي. كمان بتخرج عن طريق النفس، عشان الناس بتقول لي انا الدهون دي هتخرج ازاي من جسمي. فعن طريق النفس، عن طريق انا بدخل الحمام، العرق لان بنعرق جامد فعلا. ده بديل ايه يا يسرى؟ يعني انت بتقولي لما باكل الكبسوله بتخلي الدهون اللي داخله مع الاكل تحولها للطاقه. طب لو ده ما حصلش تبقى الدهون اللي داخله هيحصل فيها ايه؟ هتتخزن في الجسم. بالظبط، هو ده الطبيعي اللي احنا فيه قبل ما ناخد الكورس. بتتخزن في اماكن. مثلا اول حاجه الدهون بتروح عليها منطقه البطن. بعد كده لما خلاص منطقه البطن خلاص اكتفت، فبتلاقيها تنزل على منطقه الارداف. عندي دهون في ظهري، كل ده بتتخلصي منه في خلال 60 يوم، لان الكورس كويس جدا. ممتاز قوي الكورس لمده يوم واحد بس. الخصم ده 70%، هتلاقي معاكي حرق جبار طول اليوم، طول ال 60 يوم هتلاقي فرق في المقاسات. انت في خلال ال 60 يوم هتلاقي ان انت غيرتي مقاسات كتير قوي. ده حقيقي. في ناس بتقعد 60 يوم في البيت عقبال ما بالمره بقى اروح اغير في فرق كبير. هتلاقي كمان معانا صور قبل وبعد، هتلاقي حاجات كتير قوي حلوه. يلا بينا ننزلها. يلا نشوف طيب الصور اللي معانا. يلا بينا نشوف اول صوره كده. معانا اول صوره. دي اول صوره يا جماعه، شايفين ما شاء الله الفرق بين قبل وبعد ازاي. دي الصوره. فرق رهيب. طبعا باين جدا. في كمان اختلاف المقاسات واختلاف في اللبس طبعًا. نفسه. باين جدا. يعني انا حاسه كده ان المقاسات اختلفت 2 مثلا او 3 في المقاسات. ولسه بيكمل ثلاثه. تقريبا ثلاثه. لا والالوان بقى، بصي كانت لابسه اسود بقت لابسه موف بقى، ووقفت الثقه بقى. لا بصي وقفت الثقه يعني، بصي الوقفه. ايوه عايزه تقول بصي شوف انا عملت ايه. ايوه انجاز بصراحه انجاز. طيب نشوف اللي بعدها. اللي بعده مفيش دلوقتي. دي معانا قبل وبعد. معانا مياده بقى على التليفون. تمام. الو يا مياده. الو مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله يا قمر والله. تسلميلي. تسلم ايدك يا شيف والله، بحبك بحبك كلها. ربنا يخليكي. شفتي المكرونه البشاميل النهارده؟ كنت خايفه نتضرب بس الحمد لله ما ضربناش. تسلم ايدك حبيبتي، ربنا يخليكي. لا انا مش حبيبتي. ممكن اكلم استاذه يسرا؟ اتفضلي. هو انا النهارده سمعت الحلقه، ويعني كنت عايزه اسال على الكورس النهارده، كنت عايزه اطلبه.
لان انا والدتي يعني وزنها 117 كيلو. تمام. في عندها اي مشاكل او سنها قد ايه؟ هي عندها 42 سنه. تمام. وعندها الضغط وعندها الغده يعني نايمه شويه. عندها مشكله في الحرق. اوكي. تمام. يعني انا عندها اقول لك الكورس اللي هيناسب معاها دلوقتي. تمام. ماشي. نقول لها مشكله في الحرق وعندها سنها كمان 42 سنه وزنها تقريبا قالت 115 117. فهتلاقي ان انا عندي مشكله في الحرق. فعلى طول هديها الكورس بتاع النهارده اللي فيه عبوتين نقط اللي بيعلوا معايا معدلات الحرق. فهتلاقي ان انت من اول اسبوع انت شايفاها ان هي هتحس بالفرق. انت اللي هتقولي لها لا في فرق. يعني انت طبيعي اي حد بيخس بيبقى عايز يخس بسرعه ومن غير ما يحرم نفسه. فانا وفرت لك كل ده في الكورس اللي معايا النهارده بخصم 70%. كورس يعني كورسين هاخدهم بثمن كورس واحد. ده من غير حرمان، من غير نظام غذائي، من غير ان انا هقول لك انزلي، لان احنا اكتريه الناس بتجيلنا فوق ال 40 سنه. فما ينفعش انا اصلا عندي مشكله في السمنه والسمنه اثرت على المفاصل بتاعتي، ما ينفعش اقول لها اعملي حركه ولا انزلي ولا قللي من كميه الاكل. هي عايزه حل دلوقتي وعايزه تنزل دلوقتي. فبتلاقي ان هو اي حد زياده في الوزن بيقول لك انا عايزه اخس النهارده. يعني يقعدوا سنين يا يسرى يبنوا يخزنوا في الدهون في كل حاجه سنين يا شهيره، وفجاه لما تنوي تخس تقول لك ايه انا عايزه في خلال اسبوع دلوقتي ابقى خسيت. تجيبي لي الحل السحري. ومع ذلك الحل السحري موجود. في 60 يوم انت هتلاقي ان انت شخص تاني خالص. يعني لو انت مشكلتك في البطن هتلاقي مع الكورس مع النقط مع الاعشاب بتاعتي مع الكريم والحزام تخلصت منها في خلال 60 يوم. عندي دهون كمان. انا لما بنزل مش بنزل بشكل مش صحي. يعني في ناس بتاخد كورسات او انا دلوقتي عملت دايت هتلاقي ان اول حاجه نزلت هي الوش. ده حقيقي بقى شاحب العينين دخلت لجوه وهالات لا تقول لك انت لا انت لما خسيتي بقيتي شكلك وحش فبتضطر ان هي تتخن تاني. فدلوقتي انا الكورس فيه فيتامين كتير قوي ده بيعوض اللي انت عملتيه قبل الكورس بتاعي. فانا عملت دايت هتلاقي ان انا عندي ثبات في الوزن. الكورس كمان بيكسر ثبات الوزن بتاعي. هتلاقي الاعشاب بتنقي السموم اللي في الجسم، الاملاح، الحاجات دي، الانيميا، كل ده مع الكورس بتاعي النهارده. اللي هنطلبه عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، زائد كمان الصفحات هنزلها دلوقتي يا شهيره. أيوة. علشان نقدر برضو عن طريق الفيسبوك عن طريق الصفحات نطلب عرض النهارده حلال المشاكل. ايوه. معانا الصفحه الاولانيه فيتار من التخسيس. تمام. ومعانا الصفحه الثانيه فيتار من مصر. دول الصفحتين الخاصين بشركه ايجيبت النهارده اللي نقدر عن طريقهم نطلب كورس النهارده. كمان ممكن نتابع، كمان ممكن نستفسر اي حاجه احنا عايزينها. دي وسيله من الوسائل اللي نقدر نوصل بيها للشركه. كمان معانا ارقام تليفونات اللي متوفر عليها خدمه الواتساب اللي برضو عن طريقها نقدر نوصل لاي خبير. يعني مش عارفين نوصل عن طريق التليفون، نقدر نوصل على الواتساب، نقدر نوصل على الفيسبوك. كل وسائل التواصل متاحه جدا للشركه النهارده اللي هنقدر النهارده عن طريقها نطلب عرض النهارده 60 يوم فكاك العقد والمشاكل. حلال فكاك ممكن فكاك الدهون. أيوة. فكاك الدهون. أيوة. وحلال العقد والمشاكل. كل حاجه. عايزه درس انا. طيب يا يسرى ناكد تاني على الخصم قد ايه؟ الخصم 70% لمده يوم واحد. الهدايا الاول 100 متصل، عشان انا مش عايزه اقولها لكم كل شويه عشان بيتضايقوا قوي. ايه ال 100 متصل؟ لا بس لازم يكونوا عارفين عشان نلحق من دلوقتي نتصل. بالظبط. الكورس هيوصل لي 2 كبسولات مختلفين. لما اشوف الشنطه اللي فيها الكورسات بتاعتي تلاقي 2 مختلفين، واحده لسد الشهيه وتفتيت الدهون والثانيه للنحت والتجميل. معايا عبوتين نقط، معايا عبوتين اعشاب، الكريم والحزام. دول هديه لاول 100 متصل اللي هيتصلوا. الشحن والتوصيل لحد البيت من غير اي مصاريف خالص. شحن مجانا. شحن مجاني. والمتابعه كمان مجانيه. اشكرك يا يسرى بجد. ميرسي على كل حاجه دي بتعملها. حبيبه قلبي ربنا يكرمك. ميرسي يا يسرى نورتينا. ميرسي شفالة على الصواني اللي فظيعه. شكرا. الفظيعه بصراحه. شكراً. يعني فكره جديده للمكرونه بشاميل. انا عجبتني قوي بصراحه. طعم جديد ليها، ولما تدوقوها بكباب الحله لا هتديكم طعم حلو جدا، طعم مميز جدا باذن الله. باذن الله. ميرسي يا شفالة. اشوفك بكره بقى ونتعلم حاجه جديده. برضو. وهقلب. ميرسي جدا ليكم. استنونا بكره ان شاء الله انا والشيف هاله كل يوم من 1 ل 2 الاعاده من الساعه 7 الصبح كل يوم. وكل يوم اكله. باي باي.